طيف مأساة بنغازي لا يزال يراود واشنطن عندما قتل السفير على يد ميليشيات متطرفة. لهذا السبب سارعت واشنطن لإخراج طاقم سفارتها من الخرطوم بعملية عسكرية أطلقت من بعدها اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تم تمديده. ولكن السؤال الأساسي هنا، هل إدارة بايدن معنية بما يحصل في السودان؟ نجمع تفاصيل الصورة من خلال متابعة تصاريح المسؤولين الأمريكيين وأبرزهم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي قال: نواصل إدانة العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بأقوى العبارات الممكنة، وعلى الأطراف المتحاربة أن تنفذ وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام إرادة شعب السودان في العودة إلى طريق الحكم المدني. إدارة الرئيس بايدن كانت تأمل أن يقوم المجلس العسكري بالإصلاح من تلقاء نفسه، خاصة بعد دعم واشنطن للاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي وقبلته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومجموعات مدنية. لقد لعبت الولايات المتحدة دورا نشطا في جعل وقف إطلاق النار الجزئي هذا ممكنا، لكن بالإضافة إلى تمديد هذا القانون في القتال، شددت الولايات المتحدة على أنها تريد حقنا الضغط من أجل انتقال مدني. في عام 2019 رأينا حرفيا ملايين السودانيين في الشوارع يطالبون بالديمقراطية والحكم المدني. وعلى الرغم من كل هذه التطورات، تحافظ واشنطن على علاقة متوازنة مع الطرفين حميتي والبرهان، فالخوف الأكبر يبقى في تحول السودان إلى مسرح لعمليات مرتزقة فاغنر الروسية كما حصل في مالي وفي مناطق أخرى من أفريقيا. وتراقب واشنطن بحذر الطموحات الروسية الصينية في القارة السمراء، الصين عبر مبادرتها الحزام والطريق وروسيا عبر فاغنر. إنها تقارير تفيد بأن مجموعة فاغنر وهي الجيش الروسي الخاص متحالفة مع حميتي ولديها شيء من الوجود هناك، لكني أعتقد أن القلق الأكبر يتعلق بعدم الاستقرار العام الذي يمكن أن ينتشر إلى الدول المجاورة. أعني من الواضح أن السودان يحتل موقعا استراتيجيا مهما، إنها دولة كبيرة. هو القلق في الأساس قلقنا نحن قلقون بأن لا يعني تخرج هذه الأحداث عن السيطرة. نحن الذين على الأرض، المواطن السوداني هو الذي سيتأثر أكثر من غيره، المحيط الإقليمي هو الذي سيتأثر أكثر من غيره. صحيح للولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها من الشركاء اهتمام في هذا الموضوع، ولكن الاهتمام الأساسي اهتمامنا نحن، ولذلك نحن حريصون جدا 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 ألا تخرج هذه المشكلة أو هذه المأساة أو هذه الأزمة عن طوق المعالجة. نحن حريصون. رأس الدبلوماسية السودانية في واشنطن قلق كما كل السودانيين في الولايات المتحدة، حيث يسعون لحشد الدعم لبلادهم إن كان عبر الأعمال الإنسانية والإغاثية أو حتى عبر حشد الدعم الأمريكي للتحول الديمقراطي في السودان. هنالك دور كبير وتحية لكل المواطنين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية ولكل السودانيين في المهجر. تداعى السودانيون لمساعدة أهلهم في السودان، تداعى السودانيون للعمل سويا ولتوحيد الأصوات ولإسماع صوتهم من أجل إيجاد حل هذه المشكلة. فالسودانيون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المهجر مهتمون جدا جدا بما يحدث في السودان. واشنطن تعتبر أنها قامت بدورها لإقناع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بقبول العملية المصممة لتؤدي إلى حكومة مدنية. وعلى الرغم من انهيار العملية، إلا أن موقف الإدارة ليس واضحا حتى اللحظة، والرأي السائد يقول إنه لم يتبقى الكثير مما يمكن للولايات المتحدة وحدها القيام به للتأثير على الأحداث في السودان. ريتا سليمان، الحدث، واشنطن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب
الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.